الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله الصورة البلاغية التي نريد أن نتحدث عنها هي إحدى الصور البلاغية التي وردت في سورة الحج وفي قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الآية 31 من سورة الحج. التشبيه ملفت للنظر. صورة المشبه به واضحة. ما هي هذه الصورة؟ هي قوله تعالى: خر من السماء فتخطفه الطير. صورة واضحة. أو الصورة الأخرى أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتحدث عن الشرك ويشبه المشرك أو الشرك بهاتين الصورتين وهذا مما يلفت النظر. أولاً التشبيه حصل بأداة التشبيه كأن فكأنما وعاده اداه التشبيه كانما تتحدث عن صوره تشبيه من النوع المتوسط يعني الصوره التي يشبه بها صوره لا هي بسيطه جدا ولا هي عميقه وغير معروفه جدا وانما صوره متوسطه التصور او متوسطه المعرفه هذا اولا وثانيا الموضوع هو الشرك أن الإنسان حينما يشرك يشرك يعني ماذا؟ يعني يجعل لله شريكا يعني يعبد إلى جنب الله سبحانه وتعالى إلهاً آخر هذا الإله سواء كان إنسان سواء كان جماد إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى أو ما شاكل ذلك من موارد الشرك الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن اثار الشرك بصوره مباشره وانما شبه اثاره لكن العجيب ان هذه الاثار او هذا العمل الشرك انما كان تشبيهه بصوره اذا لم تشرح هذه الصوره وتوضح يكون فيها نوع من الغموض ماذا هي ان الشرك بالله كانما خر من السماء سقط من السماء فتخطفه الطير ما هي العلاقه ما بين الشرك وما بين ان الانسان يسقط من السماء وتخطفه الطير او الحاله الثانيه او تهوي به سقط من السماء وتهوي به الريح بدل فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد لماذا هذا العمل ولماذا هذه النتيجه ولماذا هذه الصوره هذا ما يحتاج الى بيان لدينا ايات قرانيه اخرى ربطت ما بين ذكر الحج وما بين الاشراك بالله سبحانه وتعالى لاحظ هذه الايات ومن يرد بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا في ايه اخرى لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. يتحدث عن الطواف وعن الحج ولكن يضع الشرك في وسط هذا الموضوع. في ايه اخرى: واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين ايضا اتى بالشرك مع حليه الانعام وما شاكل ذلك من الحالات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحج الحج مظهر التوحيد فما هو مدخل الشرك في القضيه لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر الشرك لا بد ان يكون للشرك مدخليه في ذلك وهنا لا بد للانسان ان يعرف ما هو الموضوع الذي يحصل في الحج سابقا حينما نزلت هذه الايات القرانيه؟ وما هي العلاقه ما بينه وبين ذكر الشرك؟ نجد ان الطائفين سابقا حول البيت انما كانوا يقومون بعمليه تلطيخ دماء تلطيخ الدماء باصنامهم وبما يعبدون ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. اذا عرف الانسان هذه العمليه ان الطواف حول البيت هؤلاء يقومون بعمليه تلطيخ الدماء لاوثانهم واصنامهم يتضح معنى الايات القرانيه "وإذ بوانا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا" يعني لا تضع الى جنب الحج والطواف حول البيت الشرك. وطهر بيتي للطائفين لا بد أن تزال كل هذه المظاهر مظاهر الشرك وكذلك في الآية الأخرى أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين توجد عملية شرك في البين ينبغي على الإنسان أن يجتنبها كذلك هنا في هذه الآية المباركة التي ذكرت الامثله هنا ان الشرك مرتبط بهاتين الصورتين لماذا هذا ما يحتاج الى تحليل اكثر ان شاء الله نسلط الضوء عليه في الحلقه القادمه والحمد لله رب العالمين